والله يا خالتي، نقولها ونزيد نعاودها ونبقى نعاودها، ما كان الشعب في العالم هذا كامل يموت على الشكيمة ويعشق في الشكيمة ويعشق في العبودية كيما البراتيش. هذه هي الحقيقة تاعهم تاع الصح، شعب شكام من الدرجة الأولى، شعب أي حاجة لازم يلصقوها زعما بيهم. راهم فرحانين أكثر من جماعة الكوديفوار بفوزهم يعني بكأس إفريقيا. والله كيما نحكي معاكم، إذا يا البراتيش يعني الحلم تاعكم برك في الحياة هذه أنه تولي عندكم نجمة واحدة أخرى قدام النجمة الأولى لواحد ما هو معترف بها، والله لو كان جات بيدي نزيد لكم نجمة والله وتسكتونا برك. خاوتي كامل أطغاو على الفيديو هذا باللايكات تاعكم، راهم يسينياليو فطلب صغير برك من عند خوكم شرف الدين. كامل خليوا لايكات تاعكم، خليوا ثاني تعليقاتكم وافتخاركم بالجزائرية تاعكم. الحمد لله أنه خلقنا جزائريين وما جيناش براتيش شكامين. تفرج الفيديو هذا دوك تفهم خويا الجزائري. نص الميدالية عطونا غنصيص من ديك الميدالية اللي غادي يسديو نعلقوها مع الميدالية اللي عندنا، تولي عندنا ميدالية ونص بإذن الله. يا ربي ما تحرمناش من العياش مساكين، والله العظيم خلقتم باش ضحكوا العالم وحق الله. بروفيت يلا تحية الجميع حبكم في الله. شوفكم العشية. والله يا الأخ غير عندك الحق، ما كانش ناس يضحكونا كيما البراتيش من الأخر خاوتي. قل لك راهم دايرين احتفالات، راهم خارجين وفرحانين ومقلبينها، علاش؟ لأنه كوديفوار فازت بكأس إفريقيا. على بالك والله راسك يحبس، يحتفلون بخسارة منتخب خاطئهم كيما احتفلوا يعني بخسارتنا حنايا، يحتفلون أيضا بفوز منتخب خاطئهم كيما فازت الكوديفوار. مع البراتيش راسك يحبس، علاش يا خوتي في رأيكم؟ بكل بساطة لأنه لاعب من جماعة الكوديفوار هز العالم المغربي، وعلاش هزوا؟ تبع معايا. الغنية الاستوائية ماذا فعلت؟ شفنا موريتانيا التي تأهلت لأول مرة في التاريخ. كاتبين الدراجي ما جبرش الكلمات حين شاف عالم. يا ودي ما تكتبش كيما هكذاك، عالم عالم ماشي عالم. هكذا اعترفوا لاعبي الكوديفوار بالجميل للمغرب. فهمتوا خاوتي؟ هزوا العالم تاعهم يا خاوتي، لانه يعني المغرب ربحت فريق تنزانيا، وهذا الفريق كي ربحاته الكوديفوار تكاليفات بسبب الحاجه هذه. الى الدور الثاني وحققت اول انتصار. سؤال مطروح الان يا البراتيش، علاش الكوديفوار ما هزوش العالم يعني تاع مثلا منتخب الموزمبيق؟ لانه منتخب الموزمبيق هو اللي فزت كامل الحكايه، وهما اللي رجعوا الامل للكوديفوار. حبيتوا تفهموا علاش؟ قولوا يا خاوتي يا راح نعتلكم علاش، وراح تفهموا علاش قلت لكم ما كان الشعب شكام كيما الشعب البرتوشي. تفرج الفيديو هذا اخويا الجزائري. شكون هذاك يا خاوتي؟ اللاعب اللي كان هاز العالم تاع الكوديفوار. شكون اللي مدلو العالم المغربي؟ مدهولو شكون؟ واحد مغربي في المدرجات شكام. حتى المرأة هذه اللي كنت تشوفوا فيها هي برتوشية، يعني بقات حتى النهائي باش يشجعوا الكوديفوار، لأنهم ساكن متمنيين يربحوا كاش حاجة، متمنيين كاش إنجاز في حياتهم. ام فرحانين اكثر من اللاعبين تاع منتخب الكوديفوار، باش تعرفوا بلي الحرمان صعيب يا خاوتي. والله كيما نحكي معاكم الحرمان صعيب بالبزاف. سقسيو البراتيش برك عليه، الان راح نحرش بيهم على الطريقه تاعي. على طريقه شكون خاوتي؟ باينه نروحوا للمستوى تاعهم. طوموجيري على طريقه طوموجيري، تفرجوا هاو واش صرا المنتخب البراتيش على طريقه طوموجيري. شوف خويا الجزائري. Thank you.
والله هذا وش صرا تعصع. يا خاوتي على بالي كامل تفرجتوا الحلقة هذه، والله تنطبق على جماعة البراتيش. الله ادالك عقل، الله ميزك يا حيوان يا حيوان، الله ميزك. علاش علاش يا البراتيش تحطوا روحكم في مواقف كيما هكذا؟ والله ما كانش لازم تديروا كيما هكذا. شكون ربحتو نتوما؟ ما ربحتوش نتوما، كيفاش يمدلك نصف نجمه؟ راهم من نيتهم يدومونديو نصف نجمه يا خاوتي. والله كيما نحكي معاكم، الشعب الوحيد اللي بقى يعني في في الكوديفوار باش يتفرج النهائي تاع الكوديفوار، وحابين الكوديفوار تربح باش يقولوا برك باللي احنا شاركنا في الانجاز. والله مهابل اقسم بالله. يا السيد هذاك ديجا نعدت لكم فيديو باللي انتوما اللي جبتوا له العالم تاعكم، يعني لو كان ما جبتولوش العالم تاعكم ما كانش راح يهز العالم تاعكم اصلا. لو كان جا فراسو ندير باللي انتوما هما السبه، لو كان ديجا اوجد عالم من قبل وجابوا معاه باش يحتفل به اونكا. يا براتيش تبقاو براتيش، يا مذلولين تبقاو مذلولين، حبيتو ولا كرهتو من الاخر. خاوتي نختتموا الفيديو تاعنا بواحد الفيديو تشبعوا ضحك. واحد البرتوشي تخلى كامل على الجنسية تاعو وقال لك انا من كوديفوار من الاخر. تفرج خويا الجزائري. اخيرا بتصوروش شحال فرحان كوديفوار، تنقول لهم مبروك عليك الفوز كاس افريقيا. هاي انت بعدت السيناريو هذا وين يدين؟ هيا طرف مغاربة، احنا المغاربة حاكم العالم باش الله اعلم. اللي بغيناه يمشي في حاله كيمشي في حاله، اللي بغينا ندوزوه كيدوزوه. علاش ما دوزتوش روحكم؟ هذا هو السؤال. كانت سهله اخي هكذا اخوتي، ولا اني غلط؟ انتم راكم تقولوا احنا اللي ندوزوا الناس، هيا دوزوا روحكم وروحوا للنهائي وديوا النهائي. انا قدمتي لي كون ديفواري انا. يلا عصب عليكم، كانت متعه ونحن في الديمقراطيه، تحيا للجزائر. هذيك هي كون ديفوار. شنو هو السبب الربح ديالها؟ هذيك مالي شحال تعرف المغاربه ثانيه، حنا اللي دوزناها وثاني حنا اللي عاوناها وثاني وحنا اللي بغينا هاد الكاس. هي فكره مليحه ان شاء الله بربي. هيا قولوا لي برك في التعليقات، هل انا غلط كي قلت لهم اكبر شكامين في العالم؟ قولوا لي برك في التعليقات، اذا اخوكم شرف الدين غلط قولوا لي، والله نتقبل كامل تعليقاتكم يا جزائريين. على بالي كامل راكم معايا من الاخر، على بالي كامل راح تقولوا لي باللي عندك الحق خونا شرف الدين، وهذو الناس فري فري شكامين من الاخر. خلاص من الان زدنا لهم يعني صفه جديده في القاموس تاعنا، واللي هو الشكامين، اضافه الى الغدارين المطبعين، كل الصفات فيهم، العابد اي صفه تلصق فيهم، زدنا لهم صفه الشكامين هذه هي. المهم يا خاوتي ما تنساوش في التعليقات افتخروا بالجزائرية تاعكم، والله الحمد لله انه جينا جزائريين ما نتحيو حتى بنادم وما نتحيو حتى الدولة الا دولتنا الجزائر. نقطة عاد الى سطر، السلام عليكم.